سلام الأخت. جيت من الجزائر لتونس؟ نعم، من الجزائر لتونس إن شاء الله. إيه، عجبك تونس؟ والله ما شاء الله الحمد لله. بصفتي أنا رئيس المكتب البلدي للاتحاد الوطني أولياء التلاميذ مدينة الوانزة ولاية تبسة الجزائر. علاش اخترت أنك تجي لتونس؟ والله من عام 2002 أنا نجي لتونس، أنا ما زلت صغير نجي لتونس، أنا نحب تونس. واحتمال نقدر نقولك أنا نغير على تونس أكثر من بعض العباد التوانسة، باش يكون في علمك. فهمت كذا باش يغشش برشا؟ لا يتغشوا، لا يتغشوا، انا خطاش انا وطني تونس، ما نكذبش عليك. انا تعتبروا تونس بلادكم؟ نعم. تعتبروا تونس بلادكم؟ نعم. تعتبروا تونس بلادكم؟ والله ما لقيتش فيها حتى حاجه خاطئه هكا ولا هكا. تونس حطها هي الجزائر زي تونس، حتى سوا مقابله ولا حاجه. انا كي سيبورتيت الترجي تلعب مع فريق جزائري في تونس، هدر وقال لك عليها سيبورتي الترجي، قلت له نحب الترجي. وانا لا 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 انا اختار سيبورتي لا 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 انا سيبورتي خطاش كنت تفرج حتى على يوسف المساكني، هو شخصيا هدى لي المليول تاعو تاع الترجي. فهمت يوسف؟ هنا في تونس في راتس. سمعتي ان شاء الله تونس راهي ماشيه الاحسن ان شاء الله. الناس التوانسه شنو اللي يعجبك فيهم؟ والله يعجبوني انسان، ناس باين تاع عشره تاع عشره واستقبال. ان تونس نشوفها حاجه اكسترا خلاص، وتونس مش كلمه تتقال، تونس كي تتحس. فهمتيني ولا لا؟ عم بالي كي تلقي الجزائري يهضر على تونس راك تهتري شويه وهذاك. فهمتيني ولا لا؟ انا خدمت، انا عشت حتى 3 سنين في تونس هنا، وشي فايفي راحت فيا صاي. انا اولادي مرتي كامله ديما هنا، انا ما عنداش اوت، ما عنداش شهر ولا التالي اني كنت في المونيستي المهديه سوسه كنت هنا. والحمد لله ان شاء الله ربي ينصر. الحاجه اللي شدتك باش تعيش في تونس؟ والله كنا ترافاي، نقول لك واش كنا نخدم ولا واش هذاك. كنت نخدم الذهب غرازيلا تاع الطليان، كنت نخدم دبش، كنت نخدم في البركه هنا نبيع قرون. خدمنا بكري بكري بكري. شي دوك انا مستقرين في بلادنا وذا، بصح نجي هنا طول، عندي حبابي، عندي ديار، عائلات الحمد لله. يعني ماكله تونسيه تعجبك؟ ما شاء الله عندي زوجة طيب تونسي ما طيبش تزيري. شنو أكثر ماكلة تونسية تعجبك؟ والله هم ما يعرفوهاش يعني معايا تزيري أحسن ماكلة الشمنك. الشمنكة وهذو كلوا عند الغرنوق، ديتهم كلوا عند الغرنوق عجة. عجة عجة عند الغرنوق في زهروني. عجبتكم العجة؟ عجبتنا العجة، بارك الله فيهم إخوتنا خيوتنا التوانسة وتونس والجزائر مخاوة. قداش عندك في تونس؟ انا هذه ثاني مره نجي لتونس، يعني جيتها في سن ماهوش سن مبكر، سن متاخر السمه. كنت امنيتي باش نجي لشارع بورقيبه، الحاجه الوحيده اللي امنيتي اني نكون نزور شارع بورقيبه، والحمد لله اني زرت شارع بورقيبه وناس طيبين. كيفاش لقيتها انت؟ كانت امنيه، كيفاش لقيتها؟ والله في حله ما شاء الله رب العالمين، وان شاء الله هل من المزيد دائما ان شاء الله من 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 خير لخير ان شاء الله. تونس تعتبر تونس بلاد سياحيه؟ اكيد 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 باللي تونس بلاد سياحيه بثاني بامتياز بامتياز. نشجع الجزائريين باش يزورونا في كره القدم، نشجع الجزائر، ولكن عندما تلعب تونس قلت لك تشجع الجزائريين باش يزوروا تونس. اكيد تونس اكبر ناس في الوطن العربي ولا في الخارج يزوروا تونس هم الجزائريين، وكم تعلموا بالامور هذه توصل حتى المليون سائح. هذه لعل راهي عندكم في المعلومه تاعكم هذه. والحمد لله نحن رانا خاوه مشتركه في الدم في النسب، رانا تقدر تقول تونس الجزائر، تقدر تقولها تونس وتقدر تقول الجزائر. كي تحب تقول تونس راهي الجزائر وتونس بلد واحد، وكي تقول الجزائر وتونس بلد واحد. شنو هو الحدث التاريخي اللي يربط تونس بالجزائر وبقى في بالك؟ الحدث التاريخي، والله انا من هوات الرياضه، وانا دائما نعشق المنتخب التونسي. والحدث اللي خلاني نعشق، الحدث اللي خلاني راسخ فيه هو ملحمه الارجنتين. انت بالك صغيره ما كنتيش تتعيش، مازلت بالك ما كنتيش في الوجود.
ملحمه الارجنتين واللي كان يعلق على المقابله نجيب الخطاب ربي يرحم. هذه اللي باقيه راسخه في كنا نتفرجوا على المنتخب تونس بالاسود والابيض. زال الاسود والابيض يعني ذاك في ذلك الوقت. شنو اللي تبدل رياضيا بين قبل وتو؟ لا بين ذلك تطورت ماشي كيما السبعينات، لكن المستوى والروح اللي في اللاعبين كانت في السبعينات اكثر. عندهم الجرينتا كيما تقولوا انتم، وعندهم حب الوطن وحب الانتصار، والمايو كي يلبسوه يحبوا. شكون احسن جوار بالنسبه ليك قبل؟ في تاريخ تونس طارق ذياب، وبدون منازع. وبارك الله فيك وشكرا. شكرا لك، عايشك ربي يفضل.